عبد السلام من الكويت، محمد رحمة من البحرين، كل شخص من نون أكيد ناطر يسمع اسمه وناطر اللحظة يلي بيركض فيها لعند زملائه. حسام استغنى عن السنفور تبعه وحابب يبقى، عبد السلام دخل على البرنامج حتى يبقى، ومحمد رحمة نجح أول مرة بالبقاء، فهل رح ينجح بالمرة الثانية؟ مين رح يخلص الجمهور؟ مين أعصابه عم بتخونه؟ مين مش قادر ينطر ليرفع ايده؟ النتيجة قربت تظهر على الشاشة. الشباب متوترين مبين على وجوههم، والجمهور كمان يلي ما تعب الليلة، اسم الله عليكم. إذا مين من الشباب الثلاثة خلصوا الجمهور؟ نحن بانتظار النتيجة اللي راح تريح واحد منهم. جود لك لإلكم ثلاثتكم. عم تطلع النتيجة على الشاشة. ألف مبروك يا عبد السلام، 57%. وقعوا العوينات عن وجهه لعبد السلام. مبروك عبد السلام، تفضل انضم للشباب والصبايا. بيبقى معنا محمد وحسام. بيبقى معنا محمد رحمة وحسام يلي رح يوقفوا بمواجهة رفاقهم، وبنبدأ بالتصويت. تفضل محمد. أول شيء الحمد لله عبد السلام رجع. الحمد لله. والخليج الثاني إن شاء الله راجع. رحمة. رحمة. أول نجمة لرحمة. كريمة. سوري حسام بس رحمة أخي. نجمتين إذن لرحمة. كريم. حسام أنت أخويا والله، بس محمد رحمة ابن البحرين أخويا والله. ثلاث نجوم لرحمة. أميمة. رحمة عندك ثلاث نجوم. حسام. ثلاث نجوم لرحمة، نجمة لحسام. نسمة. حسام والله أنا بحبك جدا بس محمد رحمة. أربع نجوم لمحمد رحمة، نجمة لحسام. جيلبرت. حسام، رحمة، I love you both. حسام. أربع نجوم لمحمد رحمة ونجمتين لحسام. تفضل أحمد. حسام أنا بحبك بس رحمة سوري. خمس نجوم لمحمد رحمة، نجمتين لحسام. كريستين. رحمة بتعرف بحبك، وآخر مرة صوتت لك بحبك بس لا أعطي تشانس لحسام. حسام. إذا عنا ثلاث نجوم لحسام، خمسة لمحمد. ياسمين. رحمة بحبك كثير بس حسام. أربع نجوم حسام، خمس نجوم محمد. تفضلي نينا. حسام. خمسة بخمسة، تعادلوا الشباب. فريم. اثنيناتكم إخواتي وأنتم بتعرفوا هالشيء. حسام. ست نجوم لحسام، خمس نجوم لمحمد. محمد رحمة عن جد سوري بس حسام أكيد حسام. سبع نجوم لحسام. محمد. محمد رحمة أنت أخوي بس حسام قطع مني. دادو. أول شيء محمد رحمة أنا كتير كتير بحبك، كتير بعشقك، أقسم بالله أنت عازف ماهر وأنت يعني بس سوري حسام لأنه مبلدي سوريا. تفضلي سارة. أكيد ابن بلادي يعني حسام. وهيك حسام بينيل أعلى نسبة من الأصوات.
الأستاذ رحمة من البحرين. مشاهدينا بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا ببرايم مميز الليلة. ما تنسوا تلاقوني مع آخر أخبار الطلاب باليوميات. تصبحوا على خير.